صباح الخير مجددا مشاهدينا، حن موعدكم مع واتس كوكينج، واليوم رح تكون معي دلال كنج، واليوم عندنا وصفتين تاكو 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 تاكو. صباح الخير، شو بيطلع ستيفاني؟ بيطلع تاكو. خليني اقول اول شيء، بدي اقول هاي ستيفاني، اليوم عندنا وصفتين، عامله لازانيا بس مش بعجينة اللازانيا، بعجينة التورتيا. okay. يعني هيك وصفة بدنا نطلع شوي من العادة. بدي أحط بهارات تاكو. بدي أحط بصل وثوم، بصل أخضر، فليفلة، درة، لحمة أو دجاج أو خضرة إذا مش وحدة منهم. وبدي أرجع حط شوي من الكريم فريش مع الزبده والتشيدر تشيز كمان. بدي اعمل اثنين ليفل، بدي ادخلهم على الفرن. وصفتي الثانيه، خليني هيك ريح المشاهدين اذا بقول لهم كريم تشيز وانقطع قلبهم. خليني اقول انه ما تبقى من الاجبان اللي عندي اياها بالبيت، بقى عندي شويه فتا، شويه كريم تشيز، شو ما عندي بالبيت بدي امزجهم كلهم سوا مع شويه من العسل والسمسم، وبدي قلي شويه من البندوره الكرزه مع خل بلزميك وغطي وصفتي فيها. اول شيء خليني ابلش بخلطه التاكو. من شو معموله وصفتي؟ بطنجره على نار بدي احط شويه من زيت الزيتون. مش حيلا زيت زيتون دلال، ياسمينة باي دلال، ياسمينة اي باي دلال كنج. كمان بدي اقول ثانك يو للتليفون يلي ما بيقف، يلي عم نوصل على لبنان وخارج لبنان وبكل مناطق لبنان. خليني هيك اقول بالمناسبه، عم دعايه للزيت، واقول انه هلا في عندنا باكج للعشوات والغدوات، علبه فيها ثلاث اناني، بدل ما ناخذ قالب جاتو او حيلا شيء، ناخذ زيت على نكهات كمان يلي هي كمان عم لحق بيع منها. لكن خلينا نرجع على وصفتنا، من شو معموله الحشو؟ اول شيء بالطنجره حطيت شويه من الزيت، شو بدي احط؟ بصل، بصل اخضر، فليفله، لحمه، شو ما عندي بالبيت. ما عدا الثوم. ما عدا الثوم. في ثوم، فينا نحط ثوم. اوكي. انا اليوم ما حطيت ثوم. حبلش بالعكس، رح حط اللحمة ستيفاني وعلى اللحمة رح حط البصل. اوكي. لحمة مفرومة. لحمة مفرومة، لحمة همبرجر، شو ما عندي بالبيت، بس انه اليوم عم بحكي على لحمة مفرومة. في لحمة فوفيلي مقطعة مثل الشاورما في استخدمها، في استخدم صدورة الدجاج المقطعين كمان مثل الشاورما، شو ما عندي، ما بدي احط لحمة، ما بدي احط دجاج، بستبدل بالخضرة، يعني بعملها وبضيف عليها أكثر من الخضرة، فينا نحط شوية من الزيتون، شو ما عندي. لكن من شو معمولة وصفتي؟ بطنجرة حطينا زيت، رجعت حطيت لحمة مفرومة، شو بدي أضيف على اللحمة؟ بدي أضيف بصل مقطع شويبير، بصل أخضر، فليفلة. بدي أرجع أضيف على وصفتي شوية من البندورة، شوية من الذرة والكزبرة يلي بدها تعطي نكهة. أول شيء بنبلش لكينا بنحط اللحمة، حط اللحمة، بدنا نرجع نضيف البصل بعدين. بصل صح. لكن جبت مثل ما هون عم نشوف عجينة التورتيا. هلا بدي أقول إنه أنا هيدي وصفة ستيفاني بعملها ب خليني أقول بيريكس أو صينية بدي أدخلها على الفرن، بس اليوم اشتغلنا هيك باثنين صغار، إذا بدك خلينا نقول رامكان صغار. شو بدي اعمل؟ بما انه هي كبيره اليوم مثلا ما لقيت حجم صغير، قطعتها اثنين، بدي احط كوشات، يعني بدي احط اثنين فوق بعضهم، بدي احط مزيج اللحمه، مزيج الكريم فريش اللي بدي احطه على شويه النار مع الزبده وجبنه التشيدر تشيز، وبدي ارجع اختم وصفتي. هيدي وصفة طيبة، سهلة، سريعة، أنا بعملها بعزايم، بعملها لأولادي. لكن حطينا لحمة مفرومة، لحمة فوفيليه، دجاج. خليني أقول للمشاهدين إنه أنا سميتها اليوم تاكو لازانيا، بس ما في عجينة اللازانيا، يعني بدي اشتغلها بطريقة اللازانيا، بس هي ما في عجينة. حطينا لحمة، بدي احط بصل
فيي ما احط بصل عادي، فيي اكتفي بالبصل الاخضر ستيفاني، فيي افرم بصل بدنا نعمل لايرز صح، بدي ارجع احط بصل اخضر لكن حطينا بصل عادي، يلي بحب الثوم في حط ثوم، بصل اخضر، فليفلة، لكن بصل اخضر، فليفلة، ما رح كتير كتير فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، ما بحب الفليفلة، ما بحط فليفلة، بدي احط شوية من الكزبرة يلبق خضراء، بدي احط بندورة، بدي ارجع احط البهارات تبع التاكو يلي ملاقيهم بالسوبر ماركت، رح احط بس رشة من الملح ستيفاني. اوكي بدنا نحط البهارات وبدي اختم وصفتي بالبندورة والذرة تنتقل اشتغل بالكريم فريش امتى بدنا نضيف الكريم فريش؟ يلا بدنا نشغل الكريم فريش على جنب على النار مع الجبنة اوكي ونبلش نعبي لايرز نعمل لايرز لكن حطينا البندورة الروائح الطيبة بدي اختم وصفتي بشوية من الذرة في محط ذرة في حط حسب شو بحب الذرة طيب طيب صح فوالا هيدي الحشوة يلي رح اتركها على نار ورح انتقل لاشتغل بالكريم فريش. من شو معمولة وصفتي؟ بدي احط شوية من الكريم فريش على نار، بدي ارجع اضيف ملعقة من الزبدة، بدي اضيف التشيدر تشيز وبدي ارجع وضعهم على الخبزة اللي عم نشتغل فيها. على نار خفيفة يعني بدل الصوص بلانش اللي بنحطها باللازانيا هيدا اللي كنت بدي اقوله هلا سبقتيني، كنت بدي اقول اليوم انا ما بدي كريم فريش بعمل صلصة بيضة وبستبدلها. حطيت شوية من الزبدة بقلبها وتشيدر تشيز أول ما تسخن بدي أضيف التشيدر تشيز وبلش أعبي وصفتي. بدي أحط لها رشة من الملح، رشة من بهار الأبيض. شو بدي أعمل بهالوقت ستيفاني؟ بدي أبلش أعبي، هيا ننطر لحط ملح بهار أبيض ونبلش نعبي لندخل وصفتنا على الفرن. لكن حطينا رشة من الملح لأنه تشيدر ما كتير صح. هلا فينا منحط إذا منخاف صح مندوق الجبنة قبل بدي أحط شوية من الأعشاب عليهم كمان حطينا مزيج بهار الابيض مع الاسود هلا نحن عم نحطهم هونيك بنحط شويه من الاعشاب
خلينا نبلش نعبي ستيفاني، شو رأيك؟ شوي نلحق ندخلهم على الفرن. قطعتهم اثنين، بدي احطهم بهيدي الطريقة. اوكي، أول كوش جبنة. جبنة يا أول كوش الخبزة الخبزة عم زمي علمتيني غلط وانت عم تحيدي وراي بعرف انت محضرة انا ما بعرف شو عم تعملي لكن خلينا هيك نرجع نقول انه اليوم اشتغلنا انا فكرت على الخبزة اول كوش عم بقول لا هلا فينا مش غلط ابدا ما خبصنا ستيفاني خبصنا فينا نشتغل مثل ما بدنا يعني في حط هون شويه تشيدر تشيز شويه كريم فريش ارجع اعمل مثل ما بدنا من هي بدنا ناكلهم يعني شو ما كيف ما بلشنا يستووا ما بيأثر بس انا اليوم وصفتي من بعد ما حطيت عجينه التورتيا اللي قطعتها اثنين بدي احط كوش من مزيج اللحمه مع الخضره اللي اشتغلناه بدي ارجع اوضع مزيج الكريم فريش يلي مزجت معه التشيدر تشيز اعمل كوش ثانيه كمان عن جديد وندخله على الفرن في ما اعمل كوش ثانيه في اكتفي بكوش وحده شو بدي اعمل ستيفاني قبل ما نبلش خلينا سخنت الكريم فريش يلي حطينا لها ملح وهر بدنا نزيد لها التشيدر تشيز صح بدي اضيف لها التشيدر تشيز وبدي بلش اعبي وصفتي في محط زبده لانه التشيدر كله فات بس لحقنا وبدنا ناكل ستيفاني ناكل شيء طيب يلا دقيقة بدي طفي اوكي بلش عبي يلا رح نبلش نعبي اللحمة اوه غير شكل في كتر مثل ما بدي هلا بدنا نزيد فوقهم الكريم صح مع الجبنه هيدي من الوصفات السهله والسريعه والطيبه الصغار والكبار بحبوها يلي ولاده بعزموه بالاكل ستيفاني بهالطريقة بياكلوا خضرة ولحمة وكل شيء وجبنة كمان شو بدي أعمل؟ بدي أجيب مزيج هنتركها على جنب خلينا نجيب مزيج الكريم فريش مع الجبنة بدنا نزيدهم فوق اللحمة بدنا نزيدهم فوقهم اوكي فوالا قبل ما ندخلهم على الفرن بدنا لوش يلا فوالا هلا اللي عم يحضرني وعم بقول دسمه في اعمل صلصه بيضاء مع حليب اكرمي مع شو اسمه طحين اسمر وفينا نتفنن اكيد مزبوط في ما اعمل صوص بلانش وكريم فريش خليني اقول في اعمل صلصه حمراء خليني هونها اكثر على المشاهدين كمان بس نحن عم نعمل هلا شيء كثير طيب ستيفاني مثل ما بنعرف انه الكثير طيب هو الدسم ولا بدنا نحط وش ثاني بدل اللازانيا بدل اللازان صح؟ عم نستعمل عجينة التورتيا تورتيا صح فوالا بتعرفي إذا أكلناها بهالطريقة ناشفة يعني بدها صوص فوالا
فينا نكتر قد ما بدنا. فيني اوقف هون ستيفاني، حط شوية تشيدر تشيز دخلها على الفرن. ما نرجع نحط كريم. يا كثير منيح. بعد بيطلع لنا ملعقة صغيرة. يلا خلصنا ستيفاني. ما تبقى من جبنة من الكريم فريش. يلا طبختنا الثانية ستيفاني ما بدها وقت أبدا، بدها دقيقتين. لكن عم نوضع على وصفتنا مزيج الكريم فريش مع الجبنه يلي بدي ادخلهم على الفرن. يوم هيدي وصفه سهله سريعه، شويه دسمه ايه بس فيها خفف. ولا كنا عم نتجسس عليهم تسكروا. ما بقى عم نسمع. ما توقفوا كفوا. ما توقفوا كفوا، عم تسلونا. حطيت شويه من الكزبره. فوالا. يلا رح ندخلهم على الفرن. هي اول وصفه، ثاني وصفه هيني اسرع من اول وصفه. خليني اقول للمشاهدين انه ثاني وصفه فينا نشتغلها باللبنه. مش غلط بس ما تكون كثير طعمتها حامضه. ما هيك؟ لا نحط لها عسل. خلينا بس نشيل هول دقيقتين وننتقل لثاني وصفه. لكن اشتغلنا اليوم مثل ما قلنا لازانيا تاكو. بلحق اعمل ثاني وصفه. فوالا خلينا بس نشيل لنحكي على ثاني وصفه. اول شيء في عندي بندوره كرزه. اوكي بدي لوحهم على نار مع زيت الزيتون، مع شويه من زيت الزيتون. اوكي وخل البلزامي. انا هلا عم بستخدم زيت على جارليك على توم، بما انه ما فرم الثوم اليوم ستيفاني. خي زيت على جارليك، جبنا زيت نسي. على جارليك صح. من شو معموله وصفتي الثانيه؟ لكن اول وحده وضعناها بالفرن، الثانيه معموله من شو ما عندي بالبيت. خليني اقول ما عندي جبنه، ما بدي اشتري جبنه، في اشتغل باللبنه. اذا عندي لبنه، اذا انا بروي بلبنه بالبيت معي. انا جايبه مزيج الفتة والكريم تشيز. اوكي شو عملت؟ مزجتهم مع بعضهم. بدي اضيف لهم شويه من العسل. سمع عسل قرب سعد. لكن ما عندي جبنه لبنه، شو بدي اعمل ستيفاني؟ بدي اضيف شويه من الاعشاب. شو ما عندي بالبيت، بازيليك، رومارين، اير دو بروفونس، زعتر. خليني اقول زعتر المنقوشه. شو ما عندي لنهونها اكثر. شو بدي اعمل؟ بدي امزجهم. لكن شو عملت؟ مزجت الفتة مع الكريم تشيز مع العسل مع الهربس.
شو ما عندي، زعتر، اير دو بروفونس، حبق، اذا عندي حبق بجنينه. اوكي هلا هي هي، بدنا نزيد فوقهم البندوره. بس قبل ستيفاني شو بدي اعمل؟ بده يكون عندي هون خل بلزمي، بدي اضيفه على البندوره. اوكي مشان هيك ما قصقصتيهم. ما قصقصتهم، تركتهم مثل ما هن. اوكي بدنا ناكلهم مع خبز محمص. صح، كراكرز، باجيت، شو ما عندي. بتعرفي الايميل ما فينا نخلي شيء ستيفاني. اذا عندنا خبز بنحمص الخبز. صح. اوكي فينا نرش لهم شويه من السمسم، لكن خلينا نرجع نعيد سريعا انه اليوم اشتغلنا بتاكو لازانيا، يلي اشتغلنا بعجينة التورتيا، يلي جبنا العجينة قطعناها اثنين او تركتها مثل ما هي، وضعتها بصينية كبيرة. شو عملت؟ عملت الخلطة المعمولة من بصل، بصل اخضر، فيها حطوم، فليفله، بندورة حمراء، شوية من اللحمة، من الدجاج، شو ما عندي بالبيت. اهم شيء انه حطيت بهارات تاكو. رجعت عملت كوش، رجعت شو عملت؟ عم بفرق. ايه هي المبرومون. شلت عملت كوش من بعد ما عملت، حطينا شويه من المزيج اللحمه على جنب، اشتغلت بالكريم فريش مع شويه من التشيدر تشيز اللي وضعتهم على نار، ورجعت كمان حطيتهم على اللحمه، رجعنا عملنا كوش ثانيه من التورتيا كمان يلي حطيناها، وختمت وصفتي ودخلتها على الفرن. هيدي وصفه هيك سهله وسريعه وطيبه. هيدي اما أسهل. بالنسبه للبندوره ستيفاني بدي اياهم يدبلوا بس ما يكونوا كثير مطبوخين. طيب لكن عم تقولي لي شيليهم ستيفاني؟ لا انه لانه دقيقه بدنا نشيلهم، اصلا بندوره ما بدها كثير، بدها دقيقتين. بدي اقول هيدي وصفه فينا نحط لها شويه من الاعشاب، فينا نحط لها شويه من البصل الاخضر، شو ما عندي بالبيت، زعتر، شو ما كان كمان بيطلع طيب. ما حاطفي البندوره ستيفاني، ما بدهم اكثر من هيك. فكره حلوه هيدي، بدنا نزيدهم فوق الجبنه. صح. مثل ما قلت بدل الجبنه فينا نستعمل لبنه كمان. صح، انا بعملها هيدا اوقات مع اللبنه يلي كمان. اوه بالشكل رهيب الدلال بال، ما راح نحطهم كلهم. بس ميلي ميلي، هل بده بياكل؟ ايه مزبوط معك حق، مش غلط، بس ميلي وحده هيك. ميلي وحده، حيكتفي هون. اوكي حنحط شويه من صوص البلزميك عليهم. تو اوكي فوالا، بنشكشك شويه من اللي اشتريناه هون كراكرز. فينا نحط لهم شويه بصل اخضر او شو ما بدنا. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ونرجع نشوفكم بالتيستينج. هلا. هاي رانيا. هاي كيفكم؟ سافا. ريحة بتطير العقل. هذا شو؟ هيدي مزيج من الأجبان مع العسل وخل بلزميك مع البندورة الكرزي. قديش اشتغلت بسرعة تعبت هالقد دلال؟ عن جد. وعملنا كمان اليوم تاكو لازانيا. اوكي ضعت. شو بدل عجينه اللازانيا حطينا ضعت. شو بدوق انا؟ بدك تدوقي الاثنين رانيا. اوكي افيك بليزير. تعطينا صحنك حتى لي. متعقد هالطعمه. طيبه ايه. خلطناها مع العسل. ايه حطينا عسل مع شويه من الفته والكريم تشيز، وحطينا بلزميك على البندوره.
ثانك يو. وهون اما هنا اما هنا جبنا تورتيا، جبنا عملنا لحمه سخنين. سخنين ايه. سخنين بس كثير طيبين كثير عن جد. ايوه عقدوا حطينا كريم فريش مع تشيدر تشيز كمان كثير هيني. لحمه مفرومه ولحمه مفرومه، حطينا شويه من البصل. بصل اخضر، شويه من الفليفله، من الذرة، بندورة، بهارات التاكو. لاف ات. هي عن جد ما بنعرف اذا تاكوس او لازانيا مخلوطة على الاخر الطعمة. اشتغلناها بطريقة اللازانيا وبرجع بقول يلي ما بده يشتغل بالكريم فريش فينا نعمل الصلصة البيضاء او الصلصة الحمراء، يعني خلينا نهونها. في ناس ما بحبوا يشتغلوا بالكريم فريش. مزبوط. بس منا مطعمة كثير انه ككريم فريش هالقد بسمة او دلعة. سخناها كل الانجريديون لابقين مع بعض. ما هيك؟ على الاخر. ثانك يو دلال. بوكو ميرسي. ثانك يو دلال. ثانك يو. نرجع بنشوفك نهار الجمعة. نعلى راس. مشاهدينا انا برجع بشوفكم الاسبوع الجاي، ما تنسوا البسمة. باي باي.